جالس في امان الله ساهي مع راسي، ما عقلت ما يدار فهاد الصيف، وهي تجيني هاد الفكره وكنتمنى انها تعجب. الفكره اللي جاتني هي انا نهضر على كور، شي حاجه اللي كلشي مهتم بها الا القله القليله. بما انني مشجع لريال مدريد فخلينا نهضروا عليها شويه. اليوم غادي نهضروا على الميركاتو الصيفي الخاص بريال مدريد، اللي صراحه كيبان بلي بيريز قرر انه يطلق شويه الفلوس باش يدعم التقابل اللي في الفريق. خمسه الصفقات اللي تداروا هذا الصيف، نبدأ بالديفون. النقص اللي كان في الديفونس هو الأظهرة، رايس باك كارفاخال واللي ممكن نقولوا عليه باللي قريبا النهاية ديالو، ولوكاس باسكيتس واللي حتى هو نفس الشيء. أما بالنسبة للليفت باك فعندك مندي واللي ولا كيتصاب بزاف هاد الأيام، ودبانديو على أول صفقة واللي تحتمل من الميركاتو الشتوي اللي فات، واللي هي فران غارسيا ليفت باك من رايو فايكانو بخمسة المليون، واللي عانى فريق من هاد المركز خصوصا في ظل إصابة مندي في هاد الأواخر، واللي خلى أنشيلوتي يلعب كامافينغ كظهير وهو لاعب وسط. ولكن الصراحة تألق فيه بواحد الشكل اللي كبير، حتى بزاف المشجعين كيفضلوا كامافينغا على مندي اللي رجع من الاصابه. وبالنسبه للاعب فهو قوي بدنيا وسريع، تدخلات ديالو نقيين، والاهم هو عمره 23، يعني الى قدم اداء ناضي مع الفريق الملكي ممكن يبقى 5 سنين حتى 7 سنين مع الفريق، يق مع انه يبقى يلعب اساسي. وهذه الصفقه الوحيده اللي تمت في الدفاع. انتقلوا لخط الوسط، وفي ظل ارتفاع اعمار لوكا مودريتش وتوني كروس ومن ضروري من التجديد وصفقات بحيث انهم يضمنوا المستقبل بالفعل، ومن الموسم الفائت حاولوا انهم يبداو المشروع، حيث ان ريال مدريد جاب تشوميني لكن للاسف رحل اللاعب الذي لا يعوض اللي هو كازيميرو مركز الكاسر. ممكن يلعب حاليا في كامافينغا وشوميني وكروس، واللاعب اللي كيعتمد عليه انشيلوتي حاليا في هذا المركز هو كروس، واللي جدد العقد ديالو الموسم اضافي، يعني من هنا العامين ممكن ما يكونش. صراحه بالنسبه لكامافينغا وشوميني هما اللي غادي يكونوا بلاصتو من بعد ما يرحل عن صفوف الفريق. دابا نجيو لجوج بلايص اللي بقاو في وقت الوسط. كاين عندك فالفيردي ومودريتش. فالفيردي ما بقاش من الدواعم الاساسيه، اي انه الا جا عرض صحيح ب 80 مليون الفوق غادي يتباع، ولا يعني اللي ماشي مضمون منها المستقبل البعيد الا الى غير بيريز الراي ديالو. ومودريتش فسيد عنده 37 عام وباقي من الاساسيين في الفريق، وغالبا الموسم الجاي هو اخر موسم ليه مع الميرينغي. الصفقات اللي تدارت في خط الوسط جوج، واللي هما جود بيلينغهام واردا جولر. نبداو ببيلينغهام صاحب 20 سنه نجم دورتموند السابق، وحاليا كلشي عارفو المتالق بشكل كبير، كيلعب بشكل اساسي مع الفرقه والمنتخب. في مشيتي غادي تلقاه كان في كاس العالم ودوري الابطال والدوري الالماني، واللي يعني انه ممكن يلعب مع الريال 10 سنين الى كاع ما ختم المسيره ديالو في ريال مدريد، وشاتو ريال مدريد ب 103 مليون. ونجيو دابا للموهبه التركيه اردا جولر، الصفقه اللي سرقها بيريز من برشلونه، بحيث ان برشلونه هو الاول اللي تواصل مع نادي فنربخشة التركي، ولكن بيريز مر عليهم غرور الكرام. وهنا اللاعب كان ليه الدور في اكمال الصفقه، حيث هو بغى يلعب في ريال مدريد. وصراحه بعد التصريح عندما رايت عرض ريال مدريد فقدت كل عروض اخرى قيمتها بالنسبه لي، وما بقاش ما نوضحه، وهذه هي الحاجه اللي خلات مشجعين برشلونه يتفقسوا. اللاعب عنده 18 عام هو الاخر اللي غادي يخلف خط وسط ريال مدريد. لاعب كيلعب بشكل اساسي مع الفريق اللي تالق معاه وحقق معاه كاس تركيا هذا الموسم. عنده مع المهارات الفرديه، وشوف لك التدريبات واش كيدير فيهم، وكنتمنى يتالق مع النادي الملكي ويكون من اساطير النادي وخليفه لمسعود اوزيل. الصفقه تمت ب 20 مليون مع 20% من نسبه البيع مستقبلا لفريق نربخشة التركي. ودابا نجيو للهجوم. فضل رحيل حكومة بنزيما للاتحاد واسينسيو لباري، ماريانو دياز مشى لمارسي، مشى ولعاها هازارد خرج من النادي اخيرا، مبقاش في الهجوم غير رودريغو وفينيسيوس. ممكن نزيدو فالفيردي واللي ممكن يلعب كجناح، وهذا الشيء اللي كيدل على انه ضروري راس حربة وشونج. الصفقه اللي دار بيريز هي انه رجع ابراهيم دياز من الاعاره، حيت كان معارض اسميلان تالق بشكل كبير وقدم اداء اكثر من رائع في الدوري ودوري الابطال، وعمره 23 عام. وانتم عارفين اش نقول بلا ما نبقى نعاود الهضره. ونجيو دابا الصفقه الثانيه واللي هي خوسيليو من اسبانيول على سبيل الاعاره لموسم واحد. والجدير بالذكر لانه ثالث الهدافين من بعد ليفاندوفسكي وبنزيما، مع العلم ان اسبانيول هبط للدرجه الثانيه، واللي كيعني انه مهاجم الفطره. السيد عمرو 33 عام، يعني جا غايعوض رحيل بنزيما مؤقتا، وكنتمناو ما يخيبش امل الجماهير. الرقم اللي تعطى ليه هو 14، داكشي اللي كيدل على انه ممكن تكون صفقه اخرى في نفس المركز المعروف لا يعاد. مبابي هو الصفقه منشوده ذات الايام، هاد الصداع بين بي اس جي ومبابي، حيت انه ما كاينش مع اللاعبين اللي غادي يمشيو للمعسكر في اليابان للاستعداد للموسم الجديد. فابريزيو رومان اكد باللي مبابي حاليا للبيع، والسبب هو انه مبابي ما بغاش يجدد العقد ديالو وما بغاش ينتقل هذا الصيف، اي انه بغى يبقى مع بي اس جي الى نهايه العقد ديالو، والنادي ما بغاش يا يجدد العقد ديالو ولا يبيعو، ما بغاش يخسر. فهاد الاواخر كانوا شي تقارير كتقول بلي ريال مدريد شد قرض باش يكمل صفقه مبابي. كاين شائعات اخرى كتدور بين العاملين في النادي كتقول بلي الاعلان عن صفقه مبابي غادي تكون نهار 3 اغسطس،
يعني من بعد 10 ايام. كنت من نوع كمال هذه الصفقه، وكلشي كيعرف باللي حلم بابي هو ريال مدريد، والصفقه الا تمت غادي تكون معايا فوق 150 مليون. وهذا ما كان في هذا الفيديو، كنتمنى يعجبكم، ما تنساوش ديك لايك سبسكرايب كومونتير زوين، واللي ما دار يكتبها لمدريد. ولا بغيتي بحال هذا الفيديو على شي فرقه اخرى قولوا عليا في الكومونتير، ولا لقيت الدعم على هذا الفيديو غادي نديرها ان شاء الله، ونستمر في هذا المحتوى. هذا مكان، تهلاو في راسكم، بيس.